اليوم راح نعيدها مرة ثانية عادة سريعة ونبدأ محاضرتنا من جديد إن شاء الله. في بداية محاضرتنا السابقة عرفنا الفيتامين are organic substance require in very small amount تحتاج الجسم مثل ما تعرفون انه يحتاج الجسم بصورة قليلة عفوا يحتاج الجسم بصورة قليلة بالإضافة إلى ذلك الـ Optimum Condition Growth and Health نحتاجها but cannot be synthesized in your body مثل ما تعرفون إنه ما يقدر يصنعها الجسم except ما عدا فيتامين D and فيتامين النياسين الكلاسيفيكيشن هنا التصنيفات الفيتامين الإذابة تعرفون إنه fat soluble and soluble اللي هي اما تكون ذائبه في الماء ذائبه الدهون من احد الفيتامينات اللي هي فيتامين اي بعد هذا مجرد تعريف كذلك هذا سابقا الفيتامينات هذا التصنيف اللي هو water soluble و fat soluble نعم انتبه كلها عادة لا أكثر ولا أقل مسجلها سابقا لكم اللي هو non complex and complex الكومبلكس إن هذين الفيتامينات مثل ما تلاحظون اللي هو فيتامين بي كومبلكس فيتامين سي اللي هو يعتبر شنو اللي هو اسكوربيك اسيد شرح عندك الفيتامين والاسم العلمي مالته يعني الفيتامين شنو هو الريبوفلافين شنو هو النياسين شنو هو بي 6 البايوتوكسون البوليك اسيد الكوبلامين الفيتامين اتش اسمه هذا كل شرح لكم اياها في المحاضره السابقه هاي مجرد تعال شرحت لكم عن الفيتامين A اللي راح نقرا هاي المحاضرة نسيتها نفس المحاضرة اللي هو السورس والار دي اي والفكشن اوف فيتامين يعني معناتها انه احنا ناخذ الار دي اي والسورس والفكشن الفكشن اهم شيء كل فيتامين والفكشن لازم تعرفه فكشن لانه راح تسال عليه بعد ايام الفيتامينات كلها موجوده في الطبيعه راح تلقاها فلازم تتعلم من الان الفاكشن ووظيفتها اما الديفشنسي اريد بس السايندروم السبتمس الاعراض الفيجن راح كل الفيجن راح يسبب فيتامين اي طبعا راح يسبب هذا اللي اسبابه كذلك التوكسيك اللي هو عمليه الفيتامينوسيس هذا اللي يعرف والله انطفي الانترنت كله وهذا اللي هذه كانت هي سابقا عن الفيتامين اي
تسبب اللون وشو راح تطير اللي الصورة والرؤية عندنا. الفيتامين دي شرحت لكم عن الفيتامين دي وشلون الميتابوليك مالت كل هذين الامور والكوز ديفيشنسي كذلك. اللي عملية التكوين الفيتامين دي كيف عن طريق السكين وعن طريق الالترا فايوليت والليفر شرحت لكم اياها عن اهميتها. ترانسبورت هذا سابقا هم كذلك شرحنا عن الفيتامين دي وفيتامين كي وعمليه التغذيه كيف كانت تكون عن طريق هذه العمليه الحيويه شرحتها سابقا هم على الكمبيوتر. صراحه ما ادري والله يعني شو اسوي لكم ناخذ ما يقدرون يدخلون على شلون شلون تقدر تدخل للموقع. هذا كل الموضوع انا شارحه سابقا ترى لحد اللحظه انا رامتي في المحاضره ومنتظركم على مود المحاضره. يعني هاي تخوف من قبل كل شيء انه ما يقدرون طلاب يدخلون الصوت ينقطع الدنيا كلها محترقه. يعني اول ما حكيت انا بعد ما حكيت لا بديت محاضرتي ولا صار لي 7 دقائق. دخلوا ومرة ثانية رجعوا شوفوا شلون. شغل قد يعني شو. دخلوا بعد ما صدق يكمل. نرجع للسؤال. علاقة فيتامين كي ويا فيتامين سي، شوف عندنا اختلاف ديفرنت فيتشر اوف فيتامين كي عن فيتامين سي ديفيشنسي. يعني معناته فيتامين سي هناك فرق بين فيتامين سي وفيتامين كي. خلينا نشوف شنو هالعلاقة. شوف ان كونتراست اوف فيتامين كي ديفيشنسي، الفيتامين سي ديفيشنسي والله انكريزنجلي ديك تايم. انتبهوا لي. شوفوا هاي راح اقول لكم اياها الفيتامين سي الديفيشنسي مالته الانخفاض اللي راح يصير. هذا الانخفاض راح يقودنا الى شنو؟ بليدنج تايم، بليدنج انكريز بليدنج تايم، زياده شنو؟ بسيوله الدم او بالنزف الدم النزيف الدموي بليدنج تايم الوقت. But bottle bleed time will be loss there will be hyperlysis inflammation certain deformation or wound healing. هذا ان كلها يسببها اذا الانسان اذا ما تناول هاي الفيتامين سي راح شنو؟ راح يسبب لنا هاي المشكله الديفيشنسي. اذا اذا علاقه الديفيشنسي اللي هو النقص او القله قله فيتامين سي راح يسبب لنا بليدنج تايم وبالتالي راح يسبب لنا الامراض الاخرى اللي هو سكلتون ديفورميت أنا هو ضعف أو قلة في فرق اللي كان يحتاج الجسم
شنو انه هذا البروتوكول اذا اللي يصير راح تسبب لنا هذه الامراض كلها انخفاضا، في حين اذا ارتفعها هذه الامراض ما راح تكون موجوده. المشاكل المرضيه اللي نحتاجها في المبدأ أريد أحد الإدارية موجودة بصيغة هذا لكم كم مرض أريد هذا الأدوية سكر لوب وتكفي إنهيبيتر يوز أس أنتيكوبيلنت، يعني معناته شنو؟ أنه حنسبب سيولة إنكريز بيدين، وهذا صعب اللي عندهم عدد تخثر زيادة في الدم، هذا كلها هاي الأمور حتى يقللون هذا التخثر ويقللون هاي المشاكل. شطون يطون هذا يطون أكثر شيء مستعمل في الصيدليات اللي قريب الوارد قريب الوارد استخدام جدا استخدام داكيومرال مع أنها هدف بس أكثر شيء صار حاليا اللي هو بصيدات موجود الكومبتيتيف إنزيم يقوم عمليا
بهذا الموضوع. هذا سابقا الموضوع شرحناه يعني بالمحاضرة القبلها السابقة، شرحناه وأكدنا على المهمات الليبية، تقدرون تراجعون المحاضرة وتشوفون. اليوم راح نبدأ بالمحاضرة اللي هي منها هذا السلايد اللي هو رقم 10. شوفوا عيني، الفيتامين اي المنشن the source at RDA and function at vitamin او فيتامين اي اللي هو شو اسمه الفيتامين اي اللي هو الفا توكوفيرول. الفا توكوفيرول انتبه لي طلع. شوف الار دي اي مالته يعني معناته تعرفون شنو الار دي اي اللي هي اللي الجرعه الطبيعيه اليوميه اللي يحتاجها الجسم. الار دي اي شوف الاكتيف فورم اللي هو الفا توكوفيرول اسمه الفا توكوفيرول، هذا الاسم العلمي مال الفيتامين. نجي الار دي اي الجرعه اليوميه اللي يحتاجها من 8 الى 10 ملي جرام. نجي للسورس وين موجود؟ السورس موجود بهذا الويت جيرم اويل اويلز نوتس سيد الحبوب وكل انواع الحبوب تقريبا موجود هذا الفيتامين اي. الفاكشنز الوظائف يعتبر فيتامين اي انتي اوكسيدنت. انتبه لي انتبه لي على هاي اول معلومه. يعتبر شنو؟ انتي اوكسيدنت. هذا اول شيء ناخذها مضاد للاكسده. زين بعد البريفينيشن اوف اثيروسكلروسيس كانسر اند ايجينج. زين باي ريديوسينج اوكسيديتيف ستريس مي هاف ا رول ان سيل سيجنال. شوف انتبه يا طلاب الانتي اوكسيدنت شنو معناتها وهذا شنو معنات الاثيروسكلروسيس والكانسر والايجينج اللي هو مضاد الشيخوخه يعتبر. زين الفيتامين اي وين موجود اكثر شيء هسه جاي نشوفه؟ السؤال هو بيا نبات هو اللي هو دائما ننصح به. طلاب جابوني شنو اكو حد تسمعوني لو لا؟ سبانة. نعم بس اكثر شيء هو وين موجود؟ بشيء اسمه لا مو الحمضيات، الحمضيات فيها فيتامين سي. موجود اكثر شيء المهم ما لنا علاقه بها بل سامع الصوت. هاي
ايش انا اوصف لكم اياها ايش كمان بالبروكلي. نعم اكو بالبروكلي. شوف انتبه له، اكثر شيء موجود الفيتامين اي بالصبار اللي هو نوع من انواع الاوليفيرا. الاوليفيرا دائما استخدامها فيتامين اي. فيتامين اي جدا مهم للجسم. ليش؟ انتي اوكسيدنت، بريفينيشن اثيروسكلوروسيس، كانسر اند ايجينج، مي بي هاف رول ان سيل سيجنال. شوف انتبه، هسه نجي الاستخدامات الطبيه للفيتامين اي. اول شغله انتي اوكسيدنت، شلون يشتغل مضاد للاكسده؟ انتبهوا طلع اكو حاله، هسه راح نشرح عن كيس معين ونشوف شلون يشتغل انتي اوكسيدنت بهذا الكيس. لما ناخذ الميتفورمين، ادويه السكري، الميتفورمين سامعين بي، ادويه السكري اللي هي مخفضات السكر، شلون يشتغل هذا الميتفورمين؟ هذا يشتغل، نعم هسه خلي نشرح لنا الميتفورمين. هذا دواء اسمه ميت فورمين. هذا عمله انتبه لي الطلاب. الميتفورمين هذا الدرج، هذا الدواء يقوم، طبعا اذا عندك اوليفيرا، بس اوليفيرا بشرط، هي بسيطه حتى على اليوتيوب موجوده. شوف التقبل، الميتفورمين هذا عمله يقوم بعمليه تكسير الدهون، يمنع تكسير الدهون، وبالتالي عمليه منع تكسير الدهون هذه ايش راح يسبب؟ طبعا هو لا يمنع تكسير الدهون بالبدايه، لانه الدهون تتحول الى هذا، يمنع داخل الجسم. هذه العمليه ايش راح يطرح وياها بالتفاعل؟ يطرح شيء اسمه الاوكسيديشن، الاكسده، كاوكسيدنت، المركبات المؤكسده داخل الجسم. هذه المركبات المؤكسده شنو عملها؟ عملها يكون تفاعلها سريع وتحدث، انتبه لي طلاب، انتبه لي حتى نشوف هذا التأثير شنو هو. الأوكسيدنت سبستانس، المواد المؤكسدة شنو عملها؟ عملها تحدث شغلتين، تفاعلها سريع جدا وتحدث ثقب بالدي ان اي. تحدث شنو؟ ثقبه بالدي ان اي، وبالتالي راح شو تسبب؟ انتبه لي شو تسبب؟ تسبب اثيروسكلروسيس، تسبب كانسر، تسبب ايجينج، الشيخوخة المبكرة، هذه كلها هذني من يسببنها؟ الاوكسيدنت. هذا الاوكسيدنت عباره عن شنو؟ عن فري راديكال، جذور حره. انتبهتوا يا طلاب؟ عباره عن شنو؟ جذور حره. لما نعطي الفيتامين اي هاي ايش راح تسوي؟ هذا العمل الانتي اوكسيدنت راح تشتغل كانتي اوكسيدنت بحيث يمتص هذه الجذور ويمنع عملها عن طريق الكابتشر، عن طريق الاصطياد. وبالتالي اذا منعنا الاوكسيدات سبستانس اللي هو الفري راديكال بين قوسين الجذور الحره، راح نمنع كل هذني الامور، الامراض الاخرى اللي جاي تسبب لنا. طبعا مو بس هذا، في فائده كلش عظيمه، انه مو فقط كأنتي أوكسيدات يستفاد من عنده بالرول سيل، يدخل طبعا بالتفاعلات اللي تحتاجها الخلية، وهواي أمور نحتاجها بالفيتامين اي. بس أنا شارد عندك أني الثلاثة، يعني معناته أنتي أوكسيدات راح شي يسبب البريفينيشن، منع أوف أثيروسكلروسيس، كانسر، ايجينج، and maybe have role in cell signal. هذا اللي أريدها. زين الديفيشنسي، طبعا الديفيشنسي ايش راح يسبب؟ الديفيشنسي ان هيومان از فيري رار، ذا ميجر الاعراض الاساسيه السيمبتومز ار انكريز ريد اوف بلود سيل فرايلي ديو تو بري اوكسيديشن.
اللي هي شنو ما قبل العمليات الأكسدة. السلام عليكم. سلام. ولا طلاب اسمعوني، لأن الإنترنت كلش ضعيف. أوكي. زين. هسا انتقلنا للفيتامينات. إحنا عرفنا الفيتامين كي، فيتامين دي، فيتامين سي، فيتامين إي، المذابة بالماء. الجزء الغير مذاب اللي هي فيتامين سي تعرفون مذاب في الماء. زين، يا هي الفيتامينات السؤال، يا هي الفيتامينات اللي تذوب بالفات بالدهون dissolved in أو fat soluble vitamins. قبل لما نبدأ فيتامين دي بس، لا طبعا مو بس فيتامين دي، احنا جينا الكلمة فيتامين دي لا مو مباشرة تقول أكيد. الأكيد عبارة عن أربعة A K E D أو إيدك أو أكيد، هنا هذني الأربعة تعتبر شنو fat soluble vitamins. نجي أكو الwater soluble تنقسم إلى قسمين. طبعا ملاحظة طلع اللي قبل كل شيء، كل فيتامين واسمه ينحفظ على الغير، يعني هذا ما بيها مجال. الديفيشنسي السورس الار دي اي ينحفظ الفول فاكشن ينحفظ على الغير اريدا، يعني حفظ مثل ما تحفظ اسمك اريد هسه حاليا. الشغله الثانيه تركز لي على الكلام اللي جاي اقوله هنا، شنو هو الفاكشن، وين راح يصير مشكلته، شنو المشاكل اذا نقص به جاي سبب، كل هاي الامور اريدها من عندك بهذا الملخص مال المحاضره. شوف انتبه للطلاب، اللي الواتر سوليبل انقسم الى قسمين اللي هو الكومبلكس والنون كومبلكس. اللي قلناها قبل النون كومبلكس يا هو ممتاز. سي شوفوا الواتر سوليبل، هسا نبدا فيتامينات الواتر سوليبل كومبلكس. اول فيتامين من البي كومبلكس اللي هو الثيامين اللي هو اسمه فيتامين بي 1. انتبه طلاب، اسمه العلمي الثيامين فوسفيت اللي هو يرمز له التي بي بي. تقدر تكتب لي تي بي بي، تقدر تقول لي بي 1، تقدر تقول لي ثيامين، كلهن صحيحات. شوف السورس اند ار دي اي، الار دي اي عرفنا شنو معناتها سابقا بالمحاضره، بعد ما قلت لكم شنو الار دي اي. هذا الار دي اي، الار دي اي من 1.5 ملي جرام بير داي نحتاجه. شوفوا النوتس اليتس الجرين موجود بكل انواع الحبوب، تلقى اي نوعيه حبوب تلقاها موجود، شنو هو تلقى فيتامين بي 1 او تي تي بي. الفاكشن مالته يعتبر كو انزيم 4 بايروبيت دي هيدروجينيز اد الفا كيتو، يعتبر شنو اولا وظيفته كو انزايم. بعد نيرف كونكشن، يعني معناته شنو انه هذا يستفاد من عدة في التفصيل العصبي او في تغليف الكونديشن مال تغليف العصب. طبعا كل انواع الفيتامينات وظيفتها جزء من وظيفتها انه يقوم بتغليف العصب، لذلك اللي عنده ايميتنج يعني عنده تقيؤ شنطي يا فيتامين
يعني فيتامين، نعطي فيتامين بي 6. ليش نعطي فيتامين بي 6؟ لانه هذا عمليا، نعم هذا عمليا جاي يسوي، يقوم بعمليه تغليف العصب النيرف، حتى شنو ما يوصل للعازل العصبي اللي بداخل الامعاء، وبالتالي حتى ما يحدث عمليه التقيؤ الايميتنج. كل الفيتامينات البي 6 يشتغل على العصب، على النيرف، يشتغل اغلب يشتغل على النيرف شغلهم. زين الديفيشنسي اللي درايف بيربيا النيورولوجي فيتشر، اول انا شرد من عندك، ما اريد انه البيربيا نوع من انواع الاطفال اللي ينولدون تكون اللي عندهم يعني شلون لونه، يكون الطفل لونه رصاصي، هذا هو البيربيا اللي جاسر اكثر شيء بهاي الحالات اللي هي سببها انه نقص فيتامينات هذني اللي هي شنو هو فيتامين بي 1 درايف بيربيا. بعد ويت بيربيا الفواركن الكو الكورتشر سيشن، هذني الامراض تقريبا اللي جاي تسببا. بعد انفيتي انفيتال بيربيا، شنو هو انفيتال بيربيا؟ اكر ان تشيلدرن بورن تو مانث وذ تايمي ديفيشنسي از بريتز تاكيكارديا كونفولشن. شرد من عندك، هذني معلومات لك، لما اقول لك ديزيز تقدر تقول لي درايف بيربيا والبيربيا انت عرفتها. بعد هذا نفس الاساسيات مالات اللي لونهن شنو بالاسود، اما البقيه هاي الك تفتهمها. افتهمتني شنو هاي الك؟ اخف وتسال فرد يوم من الايام انه انت تعرفهن هذني بالفيتامين الثيامين من هسه، اريد هذني الاربعه اللي ذاكرهن انا. بعد اريد الفكشن، الفكشن اريد تقول لي يابا ترى هو يعتبر كوانزايم ويعتبر نيف كوندكشن، ها هي. اريد من عندك الار دي اي، هذا الار دي اي دائما اشر، واريد من عندك الاسم العلمي حاليا، الاسم العلمي يا ما تكتب لي ثيامين، يا ما تكتب لي تي بي بي، يا ما تكتب لي ثيام فيتامين بي 1. يعني من اقول لك يا ترى فيتامين بي 1 يعتبر ثيامين، الاسم العلمي مالته شو تقول لي صح لو خطا؟ تقول لي يا ترى صح او تقول لي خطا، وهكذا. شبكة جدا ضعيفة اليوم، ما ادري ايش فيها. شبكه جدا ضعيفه طلاب، انتبهوا لي كلش ضعيفه، يعني ايش ما تتصورون، يعني انا هسه فعلتها على رجل اعمال ماكو شو اسوي لكم، شو اسوي لك التقوى، انتظروا.
طلع بسمعوني هسه حاليا؟ تسمعوني جاوبوني. اوكي. طلع هسه خلينا نشوف شلون يشتغل التي بي بي اللي هو الثيامين. اوكي اوكي. البايروفيت طبعا احنا من قبل قلنا انه البايروفيت يتحول الى لاكتيت بوجود ال دي اتش. هنا البايروفيت يتحول الى اسيتايل كو اي، ولا يتحول اسيتايل كو اي يتحول الى اي تي بي. وتعرفوا شنو معنى الاي تي بي؟ شوف من خلالها راح يدخل وين الاي تي بي؟ الدربز ترانسميشن. زين هنا عدم وجود الاي تي بي بي موجود، هذا ايش راح يسوي؟ راح يسبب خلل. اذا ماكو تي بي بي ما راح يتفعل هذا الانزيم الموجود اللي هو البايروفيت ديهايدروجينيز. بالتالي ان تي بي بي ديفيشنسي this step is blocked that can to increase TB production اللي هو neurological and cardiac manifestation. يعني معناته انه راح يسبب لنا انخفاض الاي تي بي اللي يحتاج ايش من هو الناقل العصبي. يعني معناته انه شو شغله consequence thiamine deficiency TBP thiamine phosphate راح يتحول اللي الاي تي بي عرفتوا شنو هو معروف الادينوسيترات لاكتيت ال دي اتش معروف، هذا راح يسبب لنا شنو بلوكت. اذا في حاله هذه العمليه ما تمت بداخل جسمنا، يعني صار العمليه بلوكت، خلينا نقول هنا صار قطع بهذا الجزء، بهذا الجزء صار قطع، راح شنو ايش راح يصير؟ راح يصير انه نيورولوجيكال اد كاردييك مانيفيستيكيشن، راح يسبب لنا مشاكل بالنيورولوجي. وين؟ ليش؟ لانه الاي تي بي ما راح توصل لمن؟ للنيرف ترانسميشن. هي هذه العمليه. فلذلك دائما التامين كل ما عندنا نقص داخل جسمنا حتى ما تسبب لنا هاي المشكله. ليش؟ لانه راح يصير انخفاض هنا، راح يصير انخفاض ديكريز بمن او بالطاقه الاي تي بي، وبالتالي نيرف ترانسميشن ما راح تكون عمليه. هاي وين راح نشوف؟ شوف requirement of B when increase، عرفنا انه ايش وقت تسبب لنا هذه بالديفشنسي وبالانخفاض حالة عدم وجود التي بي بي، راح شي يصير عندنا هنا المشكلة وعلاقتها. يعني معناته علاقة التي بي بي اللي هو الثيامين او البي ان مع بي 1 مع الاي تي بي شنو علاقة طردية، بحيث اذا انخفض العفو اذا انخفض التي بي بي راح شي يصير؟ راح يسبب لنا انخفاض بالاي تي بي وراح يسبب لنا مشاكل. requirement زين الاحتياج of بي 1 increase when a person placed on high carbohydrate diet. يعني معناته البي 1 احتياجه يزداد الشخص للبي 1 وين شنو؟ لما يتعود الهاي كربوهيدرات دايت. This is due to increase in TBP medicated reaction. ليش؟ لأنه إحنا الكربوهيدرات ما تتحول إلى بايروفيت، والبايروفيت ما يتحول، انتبه لي، ما يتحول إلى أسيتايل كو أي إلا بوجود هذا الفيتامين اللي هو تا. وبالتالي يعتبر شنو السيشنال، يعني جزء مهم بداخل جسمنا. وين ان كربوهيدرات ميتابوليزم. شوف ايش قد معلومات ليها هذه اذن فقرتين. اول شغله اللي افتهمناه انه يعتبر السيشنال، هاي اول شغله. الشغله الثانيه اي عمليه بداخل الكربوهيدرات حتى تحول البايروفيت الى اسيتايل كو اي يجب ان يكون هذا الفيتامين موجود. اذا في حاله ما موجود ما تتحول هذه، هاي اولا. ثانيا عدم وجود التي بي بي راح يقلل لنا من الاي تي بي اللي هو الطاقه اللي يحتاجها من هو النيرفز ترانسميشن، الاعصاب الناقل العصبي يحتاجه. كل الفيتامينات ما تقدر عليها مره ثانيه، كل الفيتامينات تحتاجها العصب. زين بعد يعتبر انتي هيستامين فاكتور سيرتن راو فريش فيش راو الشيل فيش، هذا اللي تعتبر الحيوانات البحريه، هذا اللي the contain thiamines which is destroy thiamines. الثيامين pyrophosphotransferase converted thiamine it active for TBP in the transcriptase. هذا اللي كلها ما احتاج غير بس اول وحده، اول وحده احتاجها من عندكم، راح اشيلك عليها بقيه هذا اللي لك.
تريد تقراهن تريد ما تقراهن انت هسه مستواك بس هذه اول وحده. اما وهذا عندك شلون صار التفاعل اريده من عندك هن هذي الثنيه. اما البقيه ما احتاجها حاليا ما احتاجها هذه فقط انه هاي ملخص عن شلون جاي الشغل الفيتامينات. زين الرايبوفلافين اللي هو فيتامين بي 2 شوف يعتبر شنو كوينزايم فور اذن هو يعتبر كوينزايم وشرحنا عن الكوينزايم في المحاضرات الانزيميه. زين الاسم العلمي تقدر تقول رايبوفلافين تقدر فلافين تقرا اللي هو يرمز للاف ام ان اف اي دي هذا الرموز له كنت تدفع علما للتعامل اخر انه الرموز هذني موجودات اف ام ان اف اي دي هذني وين تلقى معناته شنو معناته فيتامين بي 2 انتهي لي الار دي اي مالته من 1.2 الى 1.7 الاحتياج وين نلقاه بالملك بالبرودكت بالايج كل هذا البيجيتابلز الخضروات بكافه انواعها موجوده فيتامين اي الفاكشن شوف يعتبر احنا ايش قلنا الفاكشن يعتبر شنو كو انزايم ليش لانه يدخل بالاف ام ديبندنت او انزايم بعد يعتبر فات ديبندنت اون انزايم من هذا التحويلات شرد من عندك هنا أنا. ما اريد تحفظ لي كلها شوف فلافين اللي هو نفسه الرايبوفلافين اللي نفسه الرايبوفلافين فلافين يعتبر كو انزايم ار انفولف ان ميتوكوندريا ريسبيراتوري تشين الفاتي أسيد and amino acid oxidation and citric acid cycle that play role in the metabolism of drug and toxin اللي هو cytochrome يلعب دور في الميتابوليسم of drug اللي هو من هو فيتامين بي 2 العفو يعتبر FMN لأنه يتحول اللي هو شنو فلافين مونونيكلوتايد وفلافين دينوكلوتايد يعتبر فات يعتبر FMN يدخل في جميع هذه التفاعلات. هذه التفاعلات ما احتاجها من عندك احتاج بس هذني الاربع اسطر انتبه لي هذني الاربع اسطر هذني اللي احتاج من عندك الفاكشنز تقول لي يابا انه الفلافين كوينزايم يعتبر كوفلافين كوينزايم ار انفولف ان ميتوكوندريا ريسبيراتوري تشين فاتي اسيد اند امينو اسيد oxidation and citric acid role cycle that play role in metabolism of drug. اللي هنا كلش كافي ما اريد اطيرس لك تفاعلات حتى للتوضيح. اما هنا بس اريد ما عندك ال RDA اكثر شيء ال RDA راح اكد لك عن نسب. هنا اريد الاسم العلمي من لك البي 2 شنو معناته ريبوفلافين او FMN او FAD deficiency manufacture of ريبوفلافين يسبب الجلوساتس انجلر اوتوماتس تشيليوسس هذني الامراض اللي يسببها في حاله الديفيشنسي. هل تسمعوني حتى بدي اشرح؟ اوكي شوفوا طلاب اوكي طلاب اليوم نتكلم عن اساسي اللي هو فيتامين 3
النياسين اللي هو اللي يعتبر كوانزايم. انتبه للطلاب شو يعتبر كوانزايم؟ شرحت لكم كوانزايم نياسين هذا النياسين عمل النياسين الصوت الساعة اوكي. عمل النياسين شنو هو شغله؟ نعم يعتبر كور انزيم. انتبه لي الـ RDA من 10 إلى 15 يعتبر أوكسيديشن أو إذا شرحت لكم تقدرون تطلعون الكربوهيدرات. هذا الإكزامبل محتاجة من عندكم. أنا أعتبر انزيم هذا هذا شيء يخصك إلك، بس أنا كفائدة الشغلات اللي أريد تكون زعم في فاكتشن.
اللي مرت طلع بعد ما هاي المرت الثانية طلع عندكم مشابه ذلك أي سؤال موجود إن شاء الله. Thank you.